مرحبا بكم أعزائي التلاميذ مستوى الثالثة إعدادي في دور جديد من دروس الفيزياء والكيمياء، وهو الدرس الثاني من جزء الكهرباء، وهو القدرة الكهربائية la puissance électrique. إذن على بركة الله نبدأ درسنا. إذن أولا كبيرا مفهوم القدرة الكهربائية. إذن تجربة، نشغل مصباحين مختلفين الواحد والجوج يحملان الإشارتين. بالنسبة للمصباح الواحد يحمل الإشارة 5 واط 12 فولت، وبالنسبة للمصباح الثاني يحمل إشارة 2 واط 12 فولت، بواسطة مولدين توترهما على التوالي 12 فولت كما يبين الشكل جانبه. إذن بالنسبة للتركيبين، بالنسبة للتركيب الأول L1 تحمل إشارة 5 واط 12 فولت، وبالنسبة للتركيب الثاني L2 تحمل إشارة 2 واط 12 فولت. إذن كملاحظة نلاحظ أن إضاءة المصباح L1 أقوى من إضاءة المصباح L2، وذلك راجع لاختلاف المقدارين 5 واط و 2 واط بالنسبة لكل مصباح، ويسمى هذا المقدار الفيزيائي القدرة الكهربائية. إذن 5 واط أكبر من 2 واط، وبالتالي فإن المصباح الأول يضيء بكيفية جيدة على المصباح الثاني. كخلاصة، ما هي القدرة الكهربائية؟ إذن القدرة الكهربائية مقدار فيزيائي هو مظهور له بالحرف بي لا بويسونس، ويعبر عن مدى تفوق جهاز كهربائي في الأداء إما إضاءة أو تسخين. يعبر عن القدرة الكهربائية في النظام العربي بالواط، ونرمز له بحرف دبليو في، ونستعمل ايضا كوحده للقدره الكهربائيه الوحده التاليه، يعني نستعمل اجزاء الواط ومضاعفات الواط. بالنسبه لمضاعفات الواط نستعمل الكيلو واط والميجا واط والجيجا واط، بالنسبه لاجزاء الواط نستعمل الميلي واط. دونك 1 كيلو واط تساوي 10 اس 3 واط، 1 ميجا واط تساوي 10 اس 6 واط، 1 جيجا واط تساوي 10 اس 9 واط، 1 ميلي واط يتيغال 10 على بويسونس موان 3 واط. ثانيا كبيرة، القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي. إذا في هذا الجزء سنرى العلاقة التي تربط بين القدرة الكهربائية والتوتر الكهربائي وشدة التيار الكهربائي. إذا القدرة الكهربائية في التيار المستمر، تجربة، ننجز الدرجة الكهربائية التالية باستعمال مصباح يحمل إشارة 6 واط و 6 فولت L1، ثم نقيس شدة التيار الكهربائي المار في المصباح والتوتر بين مربطي المصباح، ثم نعيد التجربة باستعمال مصباح آخر يحمل إشارة 2.4 واط و 6 فولت. إذن بالنسبة للتجربة الأولى نأخذ المصباح L1 6 واط و 6 فولت، ثم نقيس شدة التيار الكهربائي المار في الدارة والتوتر بين مربطي المصباح، ثم نحسب الجداء U و E كما يبين الجدول التالي. نعطي قيم شدة التيار الكهربائي، ثم نحسب جداء التوتر U و E. بالنسبة للمصباح الثاني نعيد نفس التجربة باستعمال المصباح الثاني يحمل إشارتين 2.4 واط و 6 فولت، نقيس التوتر الكهربائي بين مربطي المصباح وشدة التيار الكهربائي المار في الدارة، ثم ننجز جداء U و E، ثم نقارنه مع القدرة الكهربائية. نستنتج أن من خلال الجدول أن جداء U و E يساوي تقريبا القدرة P المسجلة على المصباح. خلاصة، إذن تساوي القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز يشتغل بالتيار المستمر جداء التوتر المطبق بين مربطيه وشدة التيار المار فيه، ونعبر عن ذلك بالعلاقة التالية P تساوي U فو E، بحيث P القدرة الكهربائية المستهلكة بالواط، U التوتر الكهربائي بين مربطي الجهاز بالفولت، E شدة التيار الكهربائي المار في الجهاز بالأمبير. ملحوظة، P تساوي U فو E تبقى صالحة، تبقى صالحة في التيار المتناوب الجيبي، ولكن ذلك بالنسبة لأجهزة التسخين. ما هي أجهزة التسخين؟ الأجهزة التي تحتوي على مقاومة كهربائية مثل مصابيح، مكواة، أفران كهربائية. ننجز التمرين التطبيقي التالي، القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف مكواة هي 1200 واط، احسب شدة التيار الكهربائي المار في المكواة علما أن التوتر المطبق بين مربطيه هو 220 فولت. إذن لحساب شدة التيار الكهربائي المار في المكواة نستعمل العلاقة التالية، نعلم أن P تساوي U فوا E، إذن E تساوي P على U، دونك U نعوض في العلاقة E، نعوض E تساوي P على U، دونك P 1200 واط على 220 فولت، فنجد القيمة لشدة التيار الكهربائي بالأمبير. ثالثا كبيرة، القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز التسخين. ونقول بأن أجهزة التسخين فهي الأجهزة التي تحتوي على مقاومة كهربائية.
تجربة، نوجد التركيب التجريبي جانبا. إذن التركيب الذي يبرهن على قانون أوم. نغير التوتر بين مربطي الأنموس الأومي دي المقاومة R تساوي 100 أوم، ونقيس شدة التيار المعرفي. إذن بالنسبة نغير التوتر بين مربطي بين مربطي الأنموس الأومي، ثم نقيس شدة التيار الكهربائي، ثم نوجد الجداء R تساوي أوس 2. إذن لكي نبرهن على العلاقة بالنسبة لأجهزة التسخين يمكن تطبيق قانون أوم. إذا نعلم أن حسب قانون أوم U تساوي R فوا E باستعمال العلاقة السابقة P تساوي U فوا E، ولذلك من خلال العلاقتين نستنتج أن P تساوي R فوا E فوا E، نعوض U ب R فوا E، وبالتالي فإن القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهة التسخين هي P تساوي R فوا E أس 2. إذا E فوا E سي E أس 2. المميزات الاسميه لجهاز كهربائي. المميزات الاسميه فهي المقادير التي نجدها على الاجهزه الكهربائيه. نقوم بتجربه، نوجد التركيب المبين في الشكل الجانبي، ثم نشغل مصباح يحتوي على المقادير التاليه 12 فولت و 3 فولت. اذا تحت التوترات المشار اليها في الجدول الاسفل. اذا نغير قيم التوتر الكهربائي. بالنسبه ل 6 فولت نجد ان اضاءه المصباح ضعيفه. لماذا؟ لأن المصباح يشتغل في 12 فولت، و 6 فولت أصغر من 12 فولت. 12 فولت تساوي القيمة التي يشير إلى التي نجدها في المصباح، إذن إضاءة المصباح إضاءة عادية. نجد أن 13 فولت أكبر من 12 فولت، إذن إضاءة مفرطة. إذن استنتاج، يضيء المصباح بصفة عادية عند تطبيق توتر بمربطيه مطابق لتوتره الإسمي. خلاصة؟ إذن المميزات الإسمية لجهاز كهربائي فهي المقادير المستهلكة على هذا الجهاز. بالنسبة للتوتر الإسمي وهو التوتر الذي يشتغل به الجهاز بصفة عادية. الشدة الإسمية وهي شدة التيار الذي يجب أن يمر في الجهاز ليشتغل بصفة عادية. القدرة الإسمية وهي جداء التوتر الإسمي والشدة الإسمية، أي القدرة المستهلكة من طرف الجهاز عند اشتغاله بصفة عادية. ملحوظة، إذن القدرة الكهربائية المستهلكة في تركيب منزلي تساوي مجموع القدرات الكهربائية المستهلكة من طرف جميع الأجهزة المشتغلة في نفس الوقت. إذن P total تساوي P1 زائد P2 زائد P3 زائد إكسيتيرا على حسب الأجهزة المستعملة في منزلنا. الفائدة من معرفة القدرة الكهربائية الإسمية وهو اختيار الصهيرة المناسبة. إذن ما هي الصهيرة؟ فهي الصهيرة المستعملة لحماية الأجهزة من التلف، لحماية الجهاز، ولكن بحساب شدة التيار الإسمية نتلقى من العلاقة P تساوي لنا U فوا E. إذن يجب أن لا يتساوي مجموع القدرات الكهربائية المشغلة في نفس الوقت القدرة القصوية المحددة للمنزل من طرف وكالة التوزيع الكهربائي. إذن P ماكس لا بويسونس ماكسيمال ديال التركيب المنزلي ديالي خاصها تكون أصغر من لا بويسونس توتال ديال جميع الأجهزة المستهلكة المستخدمة. إذن نزيد تمرينين تطبيقيين في تركيب منزلي يحتوي على 220 فولت. نشغل الأجهزة الكهربائية التالية: جهاز التلفاز شدته E1 تساوي 0.4 أمبير، P1 تساوي 38 واط، آلة تغسيل قدرتها الإسمية هي P2 تساوي 2.1 كيلو واط، ثرية مكونة من 6 مصابيح كل منها يتميز بشدة التيار الإسمية قيمتها E3 تساوي 0.25 أمبير، مسخن مائي مميزاته الإسمية E4 تساوي 4.5 أمبير، بي 4 كتساوي 990 واط. السؤال الأول: احسب شدة التيار الكهربائي إي 2 الما في آلة الغسيل ثم المقاومة R للمسخن المائي. السؤال الثاني: احسب القدرة الكهربائية بي إل لكل مصباح في الثرية ثم قدرة الثرية بي 3. احسب القدرة الكهربائية إجمالي للأجهزة الأربعة. السؤال الأخير: هل يمكن تشغيل جميع هذه الأجهزة في نفس الوقت ودون انقطاع التيار الكهربائي؟ على الجواب نعطي شدة التيار القصوي للتيار الكهربائي المنزلي هي اي ماكس تساوي 15 امبير. بالنسبة لتمرين تطبيق رقم 2، يضيء مصباح قدرته الكهربائية الإسمية 5 واط تحت توتر مستمر 6 فولت، يمر في تيار شدته 0.29 امبير. السؤال الأول: احسب القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف المصباح خلال اشتغاله. السؤال الثاني: هل يضيء المصباح بصفة عادية؟ إذا أعزائي التلاميذ، شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.